واتس كوكينج مع شيف توني بانو. صباح الخير، كيفك اليوم؟ بونجور ستيفاني، تمام الحمد لله. اليوم عاملين جراتان جراتان مع السبانخ، بطاطا وسبانخ. فشيت لي خلقي ليه؟ اليوم جايب سبانخ فروزن. فروزن اليوم؟ ليه ما بتجيبه مش فروزن؟ نحن كلنا بنستعمل فروزن تقريبا يعني. كنت بدي اجيب فريش بس ما لقيتهم، ما حبيتهم، لقيتهم هيك شوي دبلانين وهيك. دبلانين. سو فروزن مش عاطلة أبدا. خاصة بهيك هيك أكلة لأنه رح تكون هي آلية بصل وثوم. اكزاكتلي. مش مثل سلعات 100% 100%. ستيفاني أنا هون سارق البطاطا قبل بوقت محضرة، هلا رح نعملها بيوريه. اوكي. خلينا نبلش نعمل آلية. قشرناها وسلقناها مع شوية ملح، ذاتس إت. 100% استويتها هلا بصفيها، بدي ارجع أنا هلا أعملها بيوريه. رح نعمل آلية فيها بصل، ثوم، فيها شوية شامبينيون، جزر وسبانخ، أكيد كريم فريش، شوية بهارات هلا بنحطهم معهم فجيك إياهم هون، بالفرن مع موزريلا على وجهها. شو هيني القصة؟ هيني لاير بطاطا كل القليلة من ناحية السبانخ. حتى ما في صوص بشاميل. لا لا لا. هلا رح دوق. يا فيك تدوقيها يعني بس إنه. نعمل البطاطا بهالوقت ونعمل القلية كمان. كمان بدنا نحط كريم بالبطاطا. شوي صغيرة. شوي صغيرة. شوي صغيرة مش حكتير. اوكي. بحط بالبطاطا بارميزان أنا. تعطيها نكهة طيبة كمان. أكيد. خليني بلش حط البصل. حط البصل والجزر لانه اكثر شيء الجزر بده ياخذ وقت ليستوي. هلا الجزر اذا ما استوى حتى اذا ضل في قرشه طيبه لانه الجزر بتاكل ني سفا يعني مش انه فينا بهالاكل كمان انواع يعني ليجوم نستعملهم لازم يستوي لانه مش طيبين 100%. وفينا كمان اذا بدك اياه مستوي وسريع فيك تبرشيه، يعني فيك نبرشه بصير اهين. كمان اهين بس نعطي الطعمه والنكهه. يلا شويه ملح. اوكي. بارميزان. بهار ابيض. اي. مسكات. 100%. بارميزان. منكتر بارميزان، طيب بارميزان فيها. أكيد. بدي شقفة زبدة. إيه، زبدة ضروري أو حليب أو كريم. أنا رح أحط أرجع هلا شوية كريم فريش فيها. هلا فينا ما نحط بس أطيب مع الكريم أو الحليب. 100%. التكستير كمان بتغير. أنا عامل هون ستيفاني شوية مرقة خضرة، عامل شوية صغيرة وما بدي كثير أنا ليكويد فيها، بدي إياها شوية تكون شوية سميكة، حط لها شوية طحين هلا كرمال تشد تنسمكها. سو مش مكتر أنا كثير بس بحط لها تقريبا شي 100-150 جرام بتاخذ الطعم الطيبة تبع الخضرة. أوكي. جريت. فيك تستبدليها بشي إذا عندك شي باودر للفيجيتابلز فيك تستبدليها فيها. كمان. يمشي الحال. شوية كريم. بدنا نترك كريم للجراتان. بالك وحدة مليان. يلا بيوريه صارت جاهزة. أول ستيب. هلا حاطين بصل وثوم. بصل وثوم، حطينا بصل بعد الثوم ما حطيت، حطيت بصل وجزر. اوكي. رح احط الشامبينيون. اوكي. الثوم اخر شيء بحطه انا، ما بحب يحترق. تقلي الثوم، اوكي. مش غلط.
يعني هلا لحطي شامبينيون بحط الثوم برجع بنحط لها هيك رشه طحين سبانه انا دجاج عندي بتحط كورن فلاور بتفضل لا بفضل لا لانه لما تحط الكريم مع الكورن فلاور يمكن تشد كثير اوكي تسمك كثير لو كان ليكويد شوي عندنا يعني عندنا اكثر مش كريم فريش يعني عاملين شي صوص بلا كريم فريش ايه بتزبط اوكي عم تسمع؟ لا 12 minutes ايه جريت رح نحطهم بشي هيك فخار نحطهم بالفرن اوكي انديفيديوال يلا شوية ثوم كمان شوية ملح كمان بهار هلا هلا معلقتين طحين ستاف تقريبا اوكي نقليهم مع بعضهم نرجع نحط المرقة بنحط السبانخ قبل السبانخ قبل اوكي يلا يعني اهم شيء ما تكون ليكويد معنا تكون شوي شادة سميكة شوي المقالية اللي عم نعملها يلا فينا اذا مش شهر الصيام هلا فيك السبت تحطي فيك تحطي معها دجاج هي اوكي كنت عم بدي اسالك هيدا السؤال او حدا او حدا كمان معمول حدا حدا طيب وبقلبها فينا كمان نستعمل نحط بقلبها دجاج يعني هيك يعني بنعمل الجراتان سايد ديش وحدا بنعمل شقفة دجاج 100% طلع طيب لكينا يلا خليني زيت المرقة هون حطينا طحين تنشد شوي المرقة مرقة خضرة مرقة خضرة هلا دقيقة تيتقلوا كلهم مع بعضهم رح نزيد الكريم اوكي ونرجع نعمل ال ال بلش نحطهم بال نحطهم بال نعمل الجراتان هلا عم نعمل كل وصفه لوحدها تنرجع نركب الجراتان تنجمعهم كلهم مع بعضهم واخر شيء بالفرن يلا كريم بدنا شي لتر يعني انا تقريبا حطيت لها هيدي شي اقل من لتر شوي ايه حطينا شوي كمان بالبيوري بالبطاطا بالبيوري فوالا اذا بدنا نعمل هالوصفه بدنا نشتري لتر ايه بدك للبيوري لانه بدك لل اكزاكتلي هلا اذا ما بدنا نحط كريم فينا نحط صوص بلانش فيك تحط تبيك تعملي بشاميل زبدة وطحين وحليب ونرجع بس الكريم أطيب وأهين صراحة بتعليك البشاميل بسرعة طيب. بتصير والبشاميل كمان طيب. طيبة إيه إذا بتعمليها طيب مضبوطة كمان بشاميل مثلا ما فيك تعمل نوي بالكريم هيدي هالجراتان فيك تعملها بالكريم صحيح يعني في وصفات بدهم بشاميل على الأكيد مضبوط وطيب البشاميل كثير يعني عن جد يمكن اذا بتجربها مع بشاميل بتطلع طيبه كمان ويمكن بشاميل مع الدجاج اذا بتعمليها مع الدجاج بشاميل ايه بتحط البشاميل على الدجاج كمان فكره هذه السالفه حبيت لازم لازم نجربها نجربها
رح بلش نعمل اول كوش بطاطا، اول لاير بطاطا. قد ايه بعدين بدنا نحطهم الفرن؟ شو بدهم؟ كل شيء شي مطبوخ يعني، كل شيء مطبوخ، بس ادوب الجبنه بتتحمر الجبنه. ايه. اوكي حاطه هلا تقريبا على ال 200 الفرن، بده شيء 3 4 دقائق، كل شيء مطبوخ مثل ما قلنا، بس بدك تحمر الجبنه. وبفضل انا لما بدنا نقصها نكلها تريحيها هيك شيء من بعد ما تطلع من الفرن، ريحيها بس هيك شيء 5 6 دقائق، بتكمل شوي على بعضها اذا كان اذا فوتناها دغري سخنه قبل ما ناكل. ايه لانه بتفرط، ما فينا نقصها بسهوله. صحيح. أول صحن يلا زيد شوية بطاطا، بس لاير واحد بطاطا. إيه مش إيه فيكي تعمليها بصينية كبيرة في ريكس. إيه أكيد كيف ما بدك فيكي تعمليها. هون كمان بلشت تغلي، هلا فرجيك كيف شاده، مش كثير مي يعني، مش كثير رخوه. يلا أول كوش بيوري. بيوري. بعدين. بدنا نعمل نحط السبانغ اللي عملناه. سبانغ. برجع وجهها. أكيد الموزاريلا. ونحط جبنة أكيد. ورشة أوريجانو على الجبنة. أوكي. شدت؟ بدها تغلي بعد شي دقيقتين، بس صارت إنه ليك إذا بنشوفها على الكاميرا مش مش كثير مي. إيه. هول السبانغ هالشي لهيك ياخذوا ياخذوا بعضهم، ولكن لونه شو صار حلو كمان. واو. اذا بعد تغلي شوي صغيره بتشد بعد اكثر. نحن بس ما عندنا كثير وقت مشان هيك لا بدنا ندخلهم بعد على الفرن، مزبوط؟ بده شيء 3 4 دقائق بالفرن، بس عم ندوب جبنة عليها نحن. هلا الجبنة أطيب شيء. فيك تخلطي جبنة، أنا جايب موزاريلا، فيك تخلطي موزاريلا مع شوية شيدر، مع أكيد موزاريلا أكثر من شيدر، تحطي شوية إيمونتال كمان مع. أنا مع الجراتان ما بحب الشيدر، بحب بتحبي بس موزاريلا؟ ايه او مع بحط ايمونتال جريير. ايمونتال طيب معها كمان. ايه بتعطي هيك هالطعم السكري بحبه. منكتر جبنه انه اطيب شيء فيها الجبنه، يعني طيبه بس انه طيب الجبنه فيها كثير يكون. مظبوط. بعت له تحية كثير كبيرة للشيف شرب اللي عم يحضرنا. حبيب قلبي الشيف شرب. عم يزقفوا لك شربو. الكيزانة. حبيب قلب الكل الشيف شرب. عن جد. يلا تاع التيستينج، شي نهار تاع دوق. شو الشيف توني بانو بيعمل؟ اليوم عندنا جراتا. الشيف شرب ما فينا نحكي شيء يعني صراحة، معلمني قصص كثيرة الشيف شرب. بيعلمنا كلنا الشيف شربل صراحة. عن جد شابو. شربل.
يلا بدهم تقريبا شي 3 دقائق بالفرن، مش اكثر من 3 دقائق. خلينا نعمل مسحه صغيره. بدك ناخذ بريك؟ يعني تقريبا احنا خلصنا، بدنا بس ما فينا. اوكي طيب خلينا شوي نعيد شو عملنا كرمال المشاهدين يلي انضموا لنا هلا. انا كنت عامل بيوريه سلقه. اوكي سلقنا البطاطا، سلقنا البطاطا عملناها بيوريه، فيك تحطي بقلبها كريم، بدك تحطي بقلبها حليب، فيك تحطي حليب بودره بقلبها. اوكي زبده، ملح، بهار ابيض، جوز الطيب بيعطيها طعم كثير طيبه، وشويه بارميزان. لازم نحط جبنه، اذا ما بدنا نحط بارميزان لازم نحط نوع معين جبنة. طيب. فينا نحط موتزاريلا كمان، فيك تحط بس فينا نحط جبنه كثير، انا بتمغط فوق على على الوجه ديجا، وتحت بتصير تو ماتش. بارميزان بتعطيها طعمه طيبه وما بتمغط يعني. مظبوط. وعامل بالقلية انا بصل وثوم وشويه جزر، شامبينيون، سبانخ، اكيد حطينا لهم شويه طحين تبتدي شوي ما تكون كثير مي الصوص. وكنت عامل انا شويه مرقه خضره حطيتهم فوان، فينا نستبدلها بحيالا باودر، حيالا كيوب عندنا اياه، فينا نحطها بتعطيها طعمه طيبه. ورجعنا حطينا الكريم فريش وموتزاريلا على وجهها وعلى الفرن. هلا بدنا ننطر تنشوف هلا بلشت تستوي تاخذ لون. عم بقول لك انا حميت الفرن، لكن حطينا ثوم، اول شيء حطينا البصل، رجعنا زدنا الجزر، رجعنا حطينا ال حطيت شامبينيون، شامبينيون الفريت، رجعنا حطينا ال سبانخ، سبانخ وثوم، حطينا شوية طحين قليناهم كلهم سوا مع بعضهم، حطينا طحين لأنه بدك تحط مرقة تتشد شوي. صحيح، ما تطلع كثير رخوة. لا إذا ما حطيت أنا شوية طحين حتكون رخوة، يعني إذا بتتركيها شوي تغلي زيادة الكريم فريش، يعني كل ما تركتيها تغلي هيك بهالطريقة رح تشد، يعني كل ما تركتيها تغلي شوي صغيرة. هلا هيدي مثل ما قلنا فينا نعمل حدا شقفة دجاج، طيب ما دجاج حدا طيب، وفيك تحطي كمان بقلبها دجاج، يعني بلا ما تحط سايد دش سايد. اوكي بس شو بنعمل بالدجاج؟ بنسلقهم، بتفرميهم هيك، بتحطيهم بتعمليهم مثل سلايسات صغار اما كيوب. اوكي بتقليهم، بتقليهم مع البصل والقليه يعني كلها سوا اول شيء، اول شيء وبنرجع بنزيد عليهم. صحيح. الجزر والسبانخ اللي بدك اياهم، شو بدك تحطي فيك تحطي بقلبها. اوكي جريت، يلا خلينا ناخذ سوا بريك مشاهدينا، بنرجع بنشوفكم بالبرزنتيشن. يلا بدنا نشيلهم من الفرن. ايه. شو توني؟ جننوا صراحة. جبنة. ايه اول وحدة. تحت السبانخ. هاي شكلها مثل الكريم بريلي. عفاكي. ما هيك؟ ماشي. تعمل تعمل هالوصفة وحدا كريم بريلي. بتضيع بيناتهم عن جد على الوجه كانه حرقين السكر، صارت كراميليزين جبنه طالع السبانخ من هالميله. ايه بس اهم شيء ستاف اذا بدنا نقصها بدك تريحيها هيك بس شيء 5 6 دقائق، بس تشد شوي على بعضها. شو اكثر 10 دقائق بدها هيك هال 100 يشدوا على بعضهم ساعتها. ايه. انت عم بتشيلي ما بتفرط اكزاكتلي سينو بتصير شوربه، بتصير شوربه. ايه ايه مليونيه. ما هيك بس نحن شد البطاطا كرتها يعني. فيها سوب، فيها نسميها سوب مثلا. مش طيب عندي سؤال، بدل البطاطا فينا نحط باستا ونعمل هالصوص يلي عملناه؟ بتصير شيء باستا صغير يعني مثل ايه؟ بركي اورزو بركي تستعملي ايه؟ شيء هيك صغير. ايه ونعمل هالمزيج ونمزجهم مع انه نخلطهم مع بعض ونحط جبنه. ايه بس رح يصير انه اكثر مثل انه باستا مع صوص، لانه الباستا مش رح تصير هيك، مثل مش هتعمل معك لاير مثل البطاطا مثل البيوري. انت عم بتشيليها مثلا رح تصير، بس الصوص طيبه يعني فينا نعمل باستا. الصوص كثير طيب، فيك تعمل باستا 100%، يعني صوص للباستا كمان نفس الصوص. بفتكر شفنا رجعنا شفنا المقادير على الهواء. وثانك يو توني. ميرسي لك ستيف. هاف ا بيوتيفول داي. وانت كمان. مشاهدينا انا برجع بشوفكم نهار السبت ان الله راد، ما تنسوا البسمه وهابي ماذرز داي لكل الامهات،
وينعاد عليكم بالصحة أهم شيء. بدي عايدك أنا، أنا بكرة مش رح أشوفك، بدي عايدك. وأنا كمان بعيد أمك الله يخلي لك إياها. و هابي ماذرز داي. يلا سي يو ساتردي، ما تنسوا البسمة. باي باي.